ثم أما بعد، فإن علماء الإسلام عبر التاريخ وأهل الفضل والصلاح والعبادة لم يفتأوا يبحثون ويدرسون كيف السبيل إلى شفاعة سيدنا محمد، وكيف الطريق إلى محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله جل وعلا القرآن الكريم كان يجيب، وسنته عليه الصلاة والسلام كانت توضح بأدق ما يكون التوضيح والبيان. ولذلك سلك أهل العلم وسلك أهل الفضل إلى رسول الله طرق المحبة الصحيحة عليه الصلاة والسلام. والذي هو صادق فعلا في محبة رسول الله ويريد أن تكون هذه المحبة ذخرا له يوم القيامة، لا شيئا يظهره في الدنيا ويتبخر كرماد بقيعة لا يبقى منه شيء، بل يريد صادقا فعلا أن يقدم بين يدي الله ورسوله محبة تنفعه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تملأه المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس من كل ذلك الصدق في هذه المحبة، ولا محبة في الحقيقة إن عريت عن الصدق. محبة لا يمكن عقلا وطبعا وشرعا وعادة، لا يمكن أن تكون هنالك محبة والقلب غير صادق في هذه المحبة فعلا. فالمحبة إنما هي إحساس، والإحساس لا يكون إحساسا إلا إذا صدر عن صاحبه من عمق الصدق. ولينال المؤمن هذا المعنى وهذه الصفة لابد وأن يسلك السبيل التي بها رضي الله جل وعلا وأنعم وتكرم بما لم يتكرم به على أحد من العالمين، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك الدرجة الرفيعة والمقام المحمود والوسيلة والمنزلة الرفيعة وغير ذلك من العبارات التي وردت في الأحاديث مما اختص الله به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما لم يؤتيه أحدا من العالمين. وقد أخرج الإمام الترمذي وأحمد وابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. كان يتحدث إلى أصحابه ويقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ويقرر هذه الحقيقة ليس على سبيل الافتخار على الناس، فلم يكن عليه الصلاة والسلام حاشا من أهل الخيلاء والكبر، بل كان أشد الناس تواضعا لله وبين يدي الناس. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أفخر، وأنا حامل لواء الحمد. لواء الحمد، وفي هذا اللواء سر الأسرار والطريق الواضحة الصحيحة إلى رب الكون الرحمن الرحيم. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، ما من نبي إلا وهو يومئذ تحت لوائي آدم فمن دونه. يعني كل الأنبياء غيكونوا تحت الراية ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، من سيدنا آدم إلى آخر نبي قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل، كلهم تابعين يوم القيامة لسيدنا محمد. هو صاحب اللواء الذي يحمل لواء، واللواء راية أو علامة، وسماه سيدنا محمد لواء الحمد. وسيأتي لما شنو هو السر بس سماه لواء الحمد، لأن تمك الباب لسيدنا محمد وإلى محبة سيدنا محمد لمن أراد أن يعبر بصدق حقيقي عن هذه المحبة التي تبقى
ليس التي تكون في الدنيا فقط ولكن تبقى إلى يوم القيامة، محبة تعبدية يراد بها الله وحده دون سوى. وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، ما من نبي يومئذ إلا وهو تحت لواء آدم، فمن دونه أو فمن سواه. وأنا أول شافع ومشفع، هذه نهاية الحديث. وأنا أول شافع، أول واحد غادي يشفع عند الله في الناس، كل الناس كما سيأتي بيانه. وأول مشفع، أول واحد يدل الله سبحانه وتعالى في أن يشفع للناس ولخصوص من المسلمين في دخول الجنة وفي رفع الغمة التي تنزل بالناس أجمعين من آدم إلى آخر من يكون من الناس ممن تقوم عليه القيامة. هذا اللواء ديال الحمد اللي هو السر اللي أعطاه رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء من كون سيدنا محمد قد حمد الله لواء الحمد، قد حمد الله وأثنى عليه بما لا قبل به لملاك ولا لبشر. سيدنا محمد كان كيحمد الله ويثني عليه، كيشكره بواحد الشكل، بواحد الطريقة، بواحد التعابير، وبواحد الصدق عالي عالي لا تعرفه الملائكة ولا عرفه نبي قبله ولا أحد بعده. لما؟ لأنه كان أعلم الخلق بالله، كما في الصحيح الثابت، حديث صحيح، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، وفي العبارة الصحيحة أيضا وأعلمكم به، أعلمكم به، أعلم الخلق بالله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يمدح أو أن يشكر في العلاقات البشرية واللغة العادية بيننا، إذا بغيت تشكر شي واحد وتمدحه، بغيت تمدح شي واحد لابد تكون كتعرفه وتعرف الصفات اللي فيه والأخلاق اللي فيه باش تمدحه بهذيك الصفات. أما وأنك لا تعلم عنه شيئا من اللي تبقى تمدحه غتكون كتكذب، تكون تكذب أنئذ، لأنك قد تمدحه بما ليس فيه. فإذا باش يكون المدح ديالك في محله ينبغي أن يكون الممدوح معلوما لديك وعلى قدري، هذه قاعدة، قاعدة بشرية لغوية طبيعية، وسنؤسس عليها المعنى الذي نتحدث عنه في المعرفة بالله. على قدر معرفتك بالشخص يكون مدحوك له أو وصفك له دقيقا وصادقا. واحد قداش من أنت كتعرفه أكثر من اللي تكلم عليه بالمدح والثناء، كيكون المدح ديالك والثناء عليه أدق وأعظم وأصدق من تعبير الآخرين، لأنك أعلم به من غيرك. هذا المعنى، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. احنا في سياق العبادة، سيدنا محمد كان يعبد رباه ويحمده ويشكره ويثني عليه، فكان ثناؤه على الله وحمده وشكره على قدر علمه به، يعني على القدر ديال العلم ديال سيدنا محمد بالله تعالى. ومن ذا في الأرض أعلم من سيدنا محمد بربه؟ لا أحد، لا أحد. وهذا السر اللي أعطاه ربي تعالى سيدنا محمد بما أنزل عليه من الوحي والعلم، ثم بما جاهد في الله حق جهاده وأثنى عمره صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه قائما راكعا وساجدا. وتما كانت تنزل عليه المعرفة بقيام الليل، بصلاة الليل، بالشكر والتسبيح أثناء الليل وأثناء النهار ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فذلك القيام الذي اشتهر به سيدنا محمد ولم يسبقه إليه أحد من العالمين بالطريقة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وبالعمق التعبدي الذي مارسه عليه الصلاة والسلام، هذاك القيام وهذه العبادة الليلية التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام، نال بها من المعرفة ما لم ينله أحد من العالمين. وذلك مصداقا لما ذكرنا من الآية من سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به، صلي بالليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذاك المقام المحمود، الدرجة الرفيعة
لواء الحمد، لواء الحمد الذي سيؤتيك ربك يوم القيامة، ويكون الأنبياء جميعهم تحت لوائك، ومن هو تابع للأنبياء من سائر الأمم، كل البشرية تكون تحت الراية ديال سيدنا محمد. ذلك بما قام من الليل وبما دعا وبما حمد وبما استغفر وبما كبر وبما هلل وبما عبر به عما في قلبه من المعاني مما لا يستطيع أحد أن يصل إليه. وعلم من أمته ما أدين الله له في ذلك، واختصه الله بأمور. كاين أشياء فعلا اللي كانت خاصة بسيدنا محمد ما تعطلوش الإذن يعطيها الأمة، بل أحيانا منع، كصيام الوصال. كان سيدنا محمد يصوم يومين ثلاث أيام ما يفطرش بالليل وبالنهار، وحرم ذلك على أمته، نهى عن صيام الوصال، لكن اختص به. وتعلمون الحديث الذي ذكرنا مرارا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا النبي الأكرم الأشرف عليه الصلاة والسلام الذي أعطى من قلبه لأمته ما لم يعطه نبي قبله، حري بأن يكون محبوبا، بأن تتعلق به الأشواق والمواجد. ومن صدق الله فعلا في محبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فليسلك سبيله التي سلكها إلى ربه. فهذه الأسرار العجيبة التي كانت تتنزل على قلب سيدنا محمد وهو يعبد ربه، يكشف له من العلم به تعالى ما لم يسبق إليه أحد، فيزداد عليه الصلاة والسلام تعلقا بربه، ويزداد عبودية لخالقه، ويستنير قلبه ليسعى الدنيا كلها رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الحديث الذي ذكرنا الصحيح الثابت جاء تفصيل له عجيب في قصة طويلة صحيحة يرويها البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم ثابتة، نقرأها اليوم لنرى ذلك المشهد العجيب المفصل لهذا الذي ذكرنا من معنى لواء الحمد، وكيف ينبغي للمؤمن أن يسلك إلى الله جل وعلا وإلى رسوله بالسنن الثابتة الموصلة فعلا إلى شفاعة سيدنا محمد. يروي أبو هريرة رضي الله عنه، قلت الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، قال عليه الصلاة والسلام، هو تفصيل الحديث السابق في حديث طويل أشبه ما يكون بخطبة، يقول سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، الناس كل الناس. ثم قال وهل تدرون مما ذلك، واش تعرفوا منين جاتني هذه السيادة يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، يحشر الله البشرية من سيدنا آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة على صعيد واحد، أي في واحد الأرض مواطية واحدة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني ربي يجمعهم بواحد الشكل مركز، ملايير البشرية يركزها الخالق في واحد الوطية واحدة، بحيث أنه إلى قام شي واحد في هذه الوطية وغوت كل شيء يسمعه، شيء غريب وعجيب، ملايير البشرية فعلا هذا الأمر لا يستطيع العقل الآن أن يستحضره، لكنه من عجائب يوم القيامة، وها هنالك عجائب وغرائب لا تؤخذ بمنطق العقل المجرد اليوم المادي المعتقل بحجب المادة، هنالك الأنفس وهنالك الأرواح مستشرفة، وهنالك الأرواح مستشرفة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فلو نادى مناد في محشر الناس وهم بالملايير لا أسمعهم جميعا ولا أبصرهم جميعا، يسمعهم الداعي أي المنادي وينفذهم البصر، كين ما حطيت عنك توصل. وتدنو الشمس منهم، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. تدنو الشمس وتشتد حرارتها
ويغزر العرق ويتهالك الناس عياء، هذا معنى الحديث. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ كيقلب الناس على شي واحد يحل لهم المشكل ويشفع لهم عند الله أن يفرج أمر هذا الجمع بالحساب حتى ينصرف كل إلى سبيله، جعل الله وإياكم من سبيل أهل النجاة. فيقول بعض الناس لبعض: ائت آدم، يقترحوا باش يمشيوا لسيدنا آدم لأنه هو أب البشرية أبو الناس، ائت آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وما تصوروا هذه الكرامة كافية لأن يقوم آدم عليه السلام بالشفاعة، لأن الله خلقه بيده وهو أول مخلوق بشري. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يطلبوا الشفاعة من سيدنا آدم، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. آدم خاف، قال لهم هذه ما نقدرش نديرها، اليوم قد غضب الله غضبا ما كان قد غضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ذكر سيدنا آدم أنه غلط مع ربي تعالى، فعصى آدم ربه فغوى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ذكر سيدنا آدم الخطيئة دياله وقال لهم: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. ذكر سيدنا نوح أنه يعني ضاق من أمر القوم دياله فدعا عليهم، ولذلك استحيا أن يتقدم بين يدي ربه شفيعا. فقال لهم بعد ذلك: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ وصفوا بإبراهيم بما وصفه الله جل وعلا به من الخلة، لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، الخلة وقد تحدثنا عنها قبله. لكن إبراهيم تذكر شيئا، قال لهم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت قد كذبت 3 كذبات، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. والكذبات التي كذبها إبراهيم كلها كانت في سياق الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنه يعني من بينها حتى لا نطيل في هذا الأمر أنه أرجع السبب في تكسير الأصنام إلى كبيرهم، قال فعله كبيرهم هذا، وهو راه هو اللي دارها في سياق الدعوة إلى الله عز وجل. ومع ذلك ذكرها يوم القيامة واعتبرها كذبة يريد أن يتحلل إلى الله منها، إلى سائر الكذبات الأخرى التي كانت في ما يشبه السياق نفسه هذا. فقال لهم: نفسي 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 اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى
فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، وكلم موسى تكليما، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول يعني سيدنا موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي، هذه معجزات ديال سيدنا عيسى، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والملاحظ أن سيدنا عيسى لم يذكر له خطيئة، لم تذكر له زلة عليه السلام، ولكن مع ذلك خاف. ما الذي خوفه؟ هذا الغضب الذي لم يعرفه قبل في الله، وبما فاقه في هذه النقطة باش فاته سيدنا محمد، فاته وفاقه في أنه كان أعلم منه بالله، كان أعلم منه بالله، وكان يعلم ما غضب الله وهو يعبده في الدنيا، ولذلك كان أخوف الناس من ربه وأخشع الناس إلى ربه. وقد كان إذا سجد كما حدثت عنه عائشة في الحديث الصحيح بالليل، مسجد بالليل، يبكي عليه الصلاة والسلام حتى تخضل لحياته وحتى يترك آثار الدموع في التراب طينا، دموع ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تنزل مع اللحية دياله وتنزل الأرض، وما كانش عندهم البسط والفرش كما في زماننا هذا، بهذه الصورة كان يسجد على التراب، يسجد على الطين عليه الصلاة والسلام حتى تتطين التربة بغزارة دمعه عليه الصلاة والسلام. أي عبد هذا وأي قلب هذا أخوف من الله جل وعلا؟ ما يوقعش الخوف لهالدرجة في قلب إلا ما كيعرفش اللي كيخاف منه شكون هو. وما قدر الله حق قدره، فكان لعلمه بالله أخوف الناس من الله، ولذلك ربي تعالى أمنوا يوم القيامة، اللي خاف من الله في الدنيا كيأمنوا يوم القيامة، وعلى قدر خوفك اليوم يكون أمنك غدا. اللي كيخاف من الله تعالى الآن يعني 40% الأمن دياله، 40% 50% الأمن دياله يوم القيامة 50%، وهكذا. فسيدنا محمد كان على أعلى درجة من الخوف من الله، لم يسبقه نبي ولم يفته رسول ولا ملك من الملائكة. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ماشي معنات هذا الشيء يعني سيدنا عيسى ما كانش يخاف من الله، بلى كان يخاف من ربه وكان أخوافا من بني إسرائيل جميعا، لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام درجة أخرى في الخوف، لأن عنده درجة أخرى في العلم بالله جل وعلا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عيسى نفسه براسه قال لهم نفسي نفسي نفسي. فيأتون، قال عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يتكلم، فيأتوني فيقولون يا محمد، هذا البشر كله جاي عند سيدنا محمد، ماشي غير الأمة الإسلامية، البشر كله، البشرية كلها، يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ والله جل وعلا قد أنبأ رسوله كما تعلمون في كتاب الله بنصه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما شفت عائشة رضي الله عنها وأيضا بلال، أحاديث كثيرة الصحابة شافوه يقوم الليل، يعني وتأخذه العبودية لله جل وعلا مأخذا شديدا، تكيشفقوا عليه
عائشة تشفق عليه. قالت له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وكي جاوبها عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. قال عليه الصلاة والسلام فأنطلق، هو بوحده يمشي لعند مولانا الكريم لعند رب الكون سبحانه، فأنطلق فآتي تحت العرش، عرش الرحمن الكريم المنان سبحانه، فأقع ساجدا، تعبير عجيب، فأقع يعني على الوقفة ديروك يطيح الأرض ساجدا، فأقع ساجدا كما في قوله تعالى وأخر راكعا وأناب، يخر يعني ينهد، فأقع ساجدا لربي. ثم يفتح الله علي، هالسر هالسر اللي كان عنده في الدنيا كيعاود يعطيه الله تعالى في الآخرة، هنا محل الشاهد من كل هذا السياق. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. يعني ربي تعالى كيكشف له في القلب ديالو على واحد الألفاظ، واحد العبارات ديال شكر الله تعالى عمرها ما دازت في التاريخ البشري، لأنهم اللي كيسجد لله بما عاهد عند ربه في الدنيا من السجود بليل ومن الصلاة الدائمة المستمرة، وبدكش اللي علم الله سبحانه وتعالى من كمال صفاته وجمال أسمائه وما ينبغي لقدره العظيم جل وعلا، كيزيد يوم القيامة لما يسجد، واللحظة لحظة سجود، وهذا فعل مهم جدا لمن أراد أن يتأسى بسيدنا محمد ولمن أراد أن يدافع حقا عن سيدنا محمد، أن تسجد لله حق السجود الصادق الخالص. فيلهمني ربي، كربي تعالى يعلمه من الثناء التي تتعلق بمحامده، يعني بما يحمده، يحمد الله ويثني عليه ويشكره، شيء لم يفتحه على أحد قبله. وما ذلك؟ ذلك علم بالله يزيده إياه، ربي كيزيده واحد العلم به آخر فوق ما كان يعلم به وعنه في الدنيا، يزيد علم آخر بالله، فتنكشف له في سريرته وبصيرته أنوار يصفها عليه الصلاة والسلام وهو يحمد ربه ويثني عليه ساجدا، فيرضى ربه عنه رضا كاملا مطلقا بما لم ينله أحد قبله ولا بعده. ثم يقال يا محمد، النداء من عند رب العالمين أو من عند من يأذن الله له في أن ينادي بهذا النداء، والفعل مبني للمجهول. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، كيأذن الله سبحانه وتعالى باش يجلس ويستوي من سجدته، ارفع رأسك، سل تعطى، طلب نعطيك، سل تعطى، واشفع تشفع، واشفع في اللي بغيت أنا نعطيه الشفاعة ديالي، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، سيدنا محمد يتكلم، فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي. فرق كبير بين نبي يذكر أمته في الدنيا ويذكر أمته في الآخرة، وأنبياء قبله ينادون نفسي نفسي نفسي. فيقول الله جل وعلا، فيقال هكذا نص الحديث، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الله تعالى كيأذن سيدنا محمد يقول له أي واحد من الأمة ديالك ما عليه حساب، كثير آلاف مؤلفة من أمة سيدنا محمد يدخلون الجنة بغير حساب، كثير أحاديث وردت في هذا بصفات متعددة، من بينها مثلا الحديث الصحيح المشهور المتداول الذين من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ألوف، الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هذا توحيد خالص
قوم لا يلجؤون إلى التداوي بالكي ولا يتطيرون، ما يتشأموش، ما يمشوش عند العرافين والشوافين وما يتشأموش بالأشياء التي يتشأم منها الناس، بل يوحدون الله ويعلمون أنه ما كان ليكون شيء إلا بعلم الله وإلا بإذن الله، وعلى ربهم يتوكلون. أصحاب التوكل رتبة ومنزلة التوكل عالي، كلهم إذا كانوا بهذه المواصفات يدخلون الجنة بغير حساب، وهم من هذه الأمة 70,000 كما في الحديث، يدخل الجنة من أمة 70,000. قال وصفهم هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وغيرهم مما نصت عليهم الأحاديث الصحيحة. ربي تعالى يقول له هادو دخلهم من باب الأيمن من أبواب الجنة، وهذا الباب خاص بهم، خاص بأهل التوكل وأهل الفضل ممن أنعم الله عليهم بالدخول إلى الجنة بغير حساب، لا يدخله سواهم، ديالهم بوحده من أمة سيدنا محمد. ويقول ربي وهم شركاء الناس فيما دون ذلك من الأبواب، يعني اللي عليه الحساب نجانا الله وإياكم من الحساب، اللي عليه الحساب من الأمة راه متشارك مع الأمم الأخرى إن كان من أهل الجنة في أن يدخل مع الناس أجمعين من الأبواب الأخرى المذكورة 8 من أبواب الجنة. سيدنا محمد يصف أبواب الجنة ويقول والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. يقسم بربه الذي يملك نفسه أن المسافة والساعة التي بين مصراعين من مصارع الجنة، يعني البيبان، يعني من الرتاش ديال الباب حتى الرتاش ديال الباب، يعني كما بين شمال الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية من مكة حتى الهجر وهجر إلى اليمن، يعني تقريبا عرض قارة كاملة من قارة الأرض هي باب، باب من أبواب الجنة يدخله الآلاف المؤلفة من أهل الإيمان من هذه الأمة وممن يأذن الله لهم مما هو جل وعلا عليم به. هذا الرتبة هذه ديال سيدنا محمد اللي عند الله التي أصاب الأنبياء وقبله الوجل في أن يتقدموا بين يديه تعالى، تشي نبي ما قدر يتقدم عند الله، لا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا من بينهم وقبلهم من الأنبياء، حتى واحد ما قدر، لما رأوا من غضب الله جل وعلا الشديد الذي لا قبال لهم به، ما عرفوش هذاك الغضب، يعني ما مقدرينش بأنه يكون بهذه الصورة. سيدنا محمد كان له علم بذلك واستعد لذلك بما أنعم الله عليه وبما أنزل عليه من العلم وبما هيأه للتبتل والانقطاع التام إلى الله جل وعلا. اتضح المسلك إلى طريق بين كثرة السجود لله، سجد ما سجد في الدنيا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه الصفة وصفهم القرآن الكريم، ركعا سجدا تبعين سيدنا محمد، ويوم القيامة سجد سيدنا محمد تحت عرش الرحمن المدخل إلى شفاعة سيدنا محمد وإلى رضا الله أن يكون العبد من الساجدين ومن الصادقين في صلاته أثناء الليل وأثناء النهار. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما أعلم في كتاب الله آية أجمع من هذه الآية في مسلك الوصول إلى رضا الله جل وعلا، لأن هذه خطب بها الله تعالى النبي ديالو مباشرة سيدنا محمد، كيقولها لسيدنا محمد. صحيح أن الخطاب له هو خطاب لأمته، ولكن راه فرق كبير بين واحد الآية فيها يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، وواحد الآية كيخاطب بها هو
نفسه بشخصه، وكيقول له دير هذه انت الاول وفيض على الناس بانوارها بعد ذلك. هذه الايه هي السر في كتاب الله جل وعلا. اقم الصلاه عبر مواقيت الفلك، تقلب الى الله مع تقلب الليل والنهار لدلوك الشمس اي لشروقها. قال بعضهم هي الضحى، ولكن في حقيقه الامر يعني انما هي الظهر وهو الزوال لدلوك الشمس، لانه يعني تتكلم على الفرائض اساسا، والنافله الواحده اللي ركز عليها القران هي الليل لدلوك الشمس. وفي الظهر تدلك الشمس اي تميل، وفي العصر تدلك الشمس ايضا، وفي المغرب تدلك الشمس ايضا، والليل ليل الى غسق الليل وهي العشاء. فذكر الفرائض كلها الصلوات الخمس، واختص القيامة نافلة وحده بالذكر، مع أن النوافل كثيرة. والصحيح في الحديث الصحيح أفضل الصلاة، هكذا يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ولذلك ربي تعالى ذكرها في القرآن كما يذكر الفرائض. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عابد ليل وعابد نهار، لا شك في هذا، لكن في الليل يكون الصدق بصورة أخرى، ويهيئ الله جل وعلا للقلب ما لا يهيئه له في النهار. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. ونختم هذا الكلام بقصة موجزة طريفة كتبين فعلا حقيقة ما ذهبنا إليه من شرح هذه النصوص وتفسيرها. واحد المرة واحد من الصحابة خدم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الخدمة، يعني واحد مدة أيام هو خدم عنده، تكمل الخدمة دياله. فجاء عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أنت اشتغلت وعملت فاطلب شيئا، يعني اطلب الأجرة ديالك، شنو خصك باش غادي نخلصك. هذاك الصحابي يقول فكرت إن أنا طلبت شيئا من متاع الدنيا فسيفنا، أنطلب له أعطيني جمل جوج جمال كذا وكذا من الذهب خلصني بهذا المقدار، ولكن كل ذلك غادي ناكله ونفضي. فقال إذن ما الأفضل نطلب له شي حاجة ديال الآخرة. وكان ذكيا حكيما رضي الله عنه، فشنو كيطلب كيطلب شي حاجة عالية ماشي غير الآخرة، وكان يعني أعلى ما تصوره قلبه وعقله من منازل الآخرة. فقال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس يدخل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ولكن فرق كبير بين منزلة ومنزلة. سيدنا محمد يصف لنا بشيء من توضيح ذلك ويقول إن أهل المنازل في الحديث الصحيح، إن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. كما أنت تشوف دابا في الأرض واحد النجمة بعيدة كتلمع بحال الفضة بعيدة بينك وبينها ملايين السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم، هكذاك مراتب الجنة، انت في الجنة وهذيك صحاب ديك المكان او ديك المنزلة حتى هي في الجنة، ملايين السنوات الضوئية بينك وبينها، وهي مرتبة عالية. يكون ذلك مثلا يعني مرتبة عمر بن الخطاب او ابي بكرين او احد من اهل العلم والفضل والصالحين عبر التاريخ. فهذاك الصحابي قال له اسالك مرافقتك في الجنة، ما بقيش حاجة اعلى. فسكت سيدنا محمد لأنه القى عليه الصلاة والسلام طلبها كبيرة فسكت. قال له أو غير ذلك، طلب شي حاجة أخرى أو غير ذلك. قال له إلا ذاك يا رسول الله، ياك أنت قلت لي طلب نعطيك هذا الشيء اللي طلبت، إلا ذاك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم طأطأ الرأس دياله، حنا الرأس دياله، وقال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود ومن الليل فتهجد به. هذه الآية نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بذلك نال سيدنا محمد المقام المحمود، وبذلك ينال أتباعه الدرجات العلى والشفاعة النبوية. اللهم شفع فينا سيدنا محمد، واجعلنا من أتباع سيدنا محمد، واجعلنا من أهل سيدنا محمد. اللهم وقد حرمتنا صحبته في الدنيا، فلا تحرمنا صحبته في الآخرة.